بيجيكي اشخاص بيطلبوا منك انه بدهم يغيروا الشكل. في عندك الناس يلي بتجي كتير حابه حالها، الكاتيجوري الثانيه اللي هي اكثر من 50% هن العالم يلي مقتنعين انه بدها شفتها وعينها وخدها يكونوا بيشبهوا سيلبريتي. فهون المصيبه الاكبر، وهون ساعتها الضمير بده يوعى فيك انك انت تو هايلايت على قصص فيهم حلوه. وفي كتير ناس يوسك كثير توصل معهم لتقنعهم انه اللي هن كانوا مفكرين فيه عندهم شيء احلى منه. رساله كبيره بالنهايه، الطب هو يعني ضمير قبل كل شيء. يعني ياريت كل العالم بتفكر هيك دكتور ميرا. يعني